طريق فيهتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع من ربيع الآخر لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 63 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عذره. يقول كعب، والحديث في الصحيحين وغيرهما: فجئته، أي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعالى تعالى. لم يقل أخرجوه من المسجد، أخرجوه من المسجد، ولم ينهر ولم يزجر ولم يوبخ ولم يعنف، فوالله ما عرفت الأرض معلما قبله ولا بعده أحسن منه. قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: تعالى. قال كعب: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك؟ ما سبب تخلفك عن الغزو، عن غزوة تبوك؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت راحلتك التي ستركب عليها إلى الغزو أو في الغزو؟ ألم تكن قد ابتعت رحلك؟ أو قد ابتعت ظهرك؟ فقال كعب: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أوتيت جدلا. انظر إلى صدق كعب، بقول له: إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد
أوتيت جدلا أو أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. يا الله، ده فهم القضية فهما واضحا جدا. يقول ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي بسببه، إني لأرجو فيه عفو الله عز وجل. ثم قال لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. حسم القضية بالصدق، قال والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وقف معي هنا وقفة متأنية. أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. الصدق من جاه، وما نجا من نجا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق، وما هلك من هلك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالكذب. فالصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من قال بالصدق نجا، ومن خالف الصدق هلك. فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، مرارات المبادئ حلاوات في العواقب. فمن ذاق المر بالصدق حتما سيجني الثمر الحلو في آخر الطريق. قد تتعرض للأذى وقد تتعرض للفتن وللمحن بسبب صدقك، لكن اعلم يقينا أن مرارة المبادئ ستجني حلاوة ثمرتها في العواقب بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نجا كعب بن مالك وصاحباه إلا بالصدق، وما هلك من هلك إلا بالكذب. الصدق كما يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فيه لقد قسم الله الخلق قسمين، لقد قسم الله الخلق قسمين، سعداء وأشقياء. اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة. سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، وجعل الأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب. جعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، وجعل الأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين، علم المنافقين
الذي تميزوا به هو الكذب في الأقوال والأفعال والأحوال، فجميع ما نعاه الله تبارك وتعالى عليهم أصله الكذب، كذب في القول أو في الفعل. فالصدق خلي بالك بريد الإيمان، كلمة جميلة، الصدق بريد الإيمان ودليله، أي دليل الإيمان ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق، والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. فمضادة الكذب للإيمان، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان. خلي بالك أنا ده كلام في منتهى الخطورة والله، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الإيمان الكذب ليصبح القلب عامرا مشرقا بنور الإيمان، وإما أن يطرد الكذب الإيمان ليصبح القلب مسودا بسواد الكذب. لا يجتمع الإيمان والكذب في قلب أبدا أبدا، لا بد وأن يطرد أحدهما الآخر، كما أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت في قلب واحد أبدا، بل لا بد أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الإيمان بالله الإيمان بالطاغوت، وإما أن يطرد الإيمان بالطاغوت الإيمان بالله. لذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كما أقول دوما هو الشيطان، وهذا تفسير عمر رضي الله عنه، الطاغوت هو الشيطان، أو هو ما عبد من دون الله، أو هو كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله جل وعلا، كما قال شيخنا ابن القيم وكما قال الإمام مالك رحم الله الجميع. إذن لا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. والله سبحانه وتعالى ما نجى الثلاثة الذين تخلفوا إلا بالصدق، وما أهلك غيرهم من المتخلفين إلا بالكذب، أو ما أهلكهم إلا كذبهم. اسمع: فما أنعم الله، يا الله، فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام. اسمع الكلام ده تاني: فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته. وما ابتلي العبد ببلية أعظم من ابتلائه بالكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. فأعظم نعمة بعد الإسلام أن يرزقك الله الصدق وأن تكون من الصادقين، وأعظم بلية بعد في الإسلام أن يكون العبد من الكذابين والكاذبين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين الصديقين، لأن الصديق أعلى من الصادق، والذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة هو أبو بكر، الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. صديق الأمة أبو بكر، وهذه منقبة، ويأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة ولو كان عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، فضلا عن غيره من الصحابة. إن البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي لفظ: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. أما القسم الأول وهو الصدق في الأقوال، هو استواء اللسان على الصدق كاستواء السنبلة على ساقها. وصدق في الأفعال، أي استواء الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كاستواء الرأس على الجسد. وصدق في الأحوال، أي استواء الأقوال والأعمال على الإخلاص. لا نجاة إلا بالصدق بأقسامه هذه، أن تصدق في قولك. صدق في الأقوال، اعرض أقوالك على الصدق. طيلة الأسبوع الماضي مثلا، يا ترى كم عدد المرات التي صدقت فيها، وكم عدد المرات التي كذبت فيها؟ لو صدقت مع ربك وأجبت على نفسك هذا السؤال بصدق، لانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لأن أزمة العالم اليوم أزمة صدق. قلتها وأقولها، إن أزمة العالم أزمة صدق، فالكل يكذب على الآخر إلا من رحم الله جل وعلا. حياة جلها كذب في كذب. ولو أريد أن أفصل، فالواقع معلوم للجميع، بل ربما يكذب الوالد على أولاده في البيت، وربما يكذب الوالد على زوجته، وربما تكذب الزوجة على زوجها، وربما يكذب الأولاد على الوالدين، ويكذب المسؤول على موظفيه، والموظفون على المسؤول، والناخب على مرشحه، والمرشح على ناخبيه. حياة جلها كذب، فما احتلت أرض العراق إلا بالكذب، وما احتلت أرض فلسطين إلا بالكذب، وما احتلت أرض الشيشان إلا بالكذب، إلى غير ذلك. فأزمة العالم أزمة صدق. ولو كان للكذب رائحة لتعفنت الأرض
برائحة الكذب الكريهة المنتنة، كذب في الأقوال وكذب في الأفعال. قد يتكلم الإنسان بكلام فخم ضخم لكنه مكذب لقوله بفعله، لكنه مكذب قوله بفعله. وهذه علامة من علامات النفاق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، جعلني الله وإياكم من الصادقين. إذن الصدق في الأفعال أن يصدق فعلك قولك وأن يوافق قولك فعلك، وإلا فإن خالف القول الفعل وخالف الفعل القول بذرت بذور النفاق في القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصدق في الأحوال فهذا أيضا من الصدق العزيز، بمعنى أن تبتغي بقولك وفعلك معا وجه الله، أن تكون صادقا في حالك مع الله، أن يكون لك حال مع الله يجمله الصدق ويزينه الإخلاص ويحققه الاتباع. فصدق الحال أن تكون مخلصا متبعا، ولا يقبل منك عمل إلا بهذين الشرطين: بصدق الحال واتباعك للنبي في الأقوال والأفعال، وإلا فما أيسر الدعوة وما أرخص التنظير، وإلا فما أيسر الدعوة وما أرخص التنظير. فاعرض قولك وفعلك وحالك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى أو لنرى معا هل نحن من الصادقين أم من الكاذبين. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك أي ما ترتاب منه وما تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق مطمئن مش ممزق، ما هوش قلق أبدا. الكذاب في ريبة، في قلق، في شك، ليس مطمئنا، لأنه لا يستطيع أن يجيد الكذب على كل الخطوط وفي كل الأوقات. ما تقدرش تكذب، طب هتقدر تجيد الكذب سنة، سنتين، ثلاث سنوات؟ مش ممكن أبدا، لازم تسقط، لازم تزل، لازم يظهر كذبك، لازم يأبى الله
يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين الكذابين على صفحات وجوههم، أن يظهر كذبهم على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم في كلماتهم وأقوالهم. الكذاب يظهر، والله حتى في بيته يظهر. امرأة تقول كذاب، الله أكبر، امرأته، زوجته، فلان، لا ده كذاب، ابنه يقول فلان، لا كذاب، زملاؤه في العمل، فلان، لا كذاب، أعوذ بالله، سلم يا رب. خلاص صار مشهورا بالكذب، لأن الكذب ريبة، ولأن الصدق طمأنينة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سفيان الطويل حين سأله هرقل ملك الروم، سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان فبماذا أمركم، يعني فبماذا أمركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ياه، كان ده من أوائل الأوامر النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمشركين في مكة، أنه كان أمرهم بالصدق، لأن الصدق دليل الإيمان وبريد الإيمان وقائد الإيمان وسائق الإيمان ومركب الإيمان. ولا يمكن أبدا أن يكون الرجل صادقا إلا وحتما سيهتدي بإذن الله وبفضل الله إلى الإيمان، لأن الصدق دليل الإيمان وبريده. وأيضا من الأحاديث الجميلة التي تثلج الصدر ما رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق، يا سلام، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شايف البشرى الجميلة دي؟ من سأل الله الشهادة بصدق، والله يعلم الصادق من الكذاب الدجال، والله يعلم الصادق من الكذاب الدجال. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقد يموت الرجل على فراشه وهو عند الله من الشهداء، وقد يموت الرجل في ميدان القتال وهو من أهل النار، وقد فصلت ذلك بالدليل. قد يموت الرجل على فراشه وهو مكتوب عند الله من الشهداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقد يقتل الرجل في ميدان القتال وهو من أهل النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تاني الحديث الجميل ده، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا
البيعان يعني البائع والمشتري، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. انظر إلى ثمرة الصدق، فالصدق سبب من أسباب البركة في البيع والشراء، والكذب سبب من أسباب محق البركة في البيع والشراء. هل وقفتم الآن على سبب خطير جديد من أسباب محق البركة التي تعيشها الأمة الآن؟ إنه الكذب. نعم إنه الكذب. فلو صدقنا الله لصدقنا، والله لو صدقنا مع الله لفتح الله علينا بركات من السماء والأرض، والله لو صدقنا الله وحققنا تقواه لفتح علينا من بركات السماء والأرض ما يغنينا، لكننا وقعنا في الكذب فمحقت البركة ولم نحقق التقوى، فمحقت البركة ووقع الغلاء. وأنا أقول لله ما وقع ذنب، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. والله ما تحياه الأمة الآن من ضيق وضنك وغلاء ووباء ومحن وفتن، والله وأنا أقسم بالله على ذلك، بسبب ذنوبنا وتقصيرنا مع ربنا وإعراضنا عن شرع الله وعن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فكلا أخذنا بذنبه، ذلك جزيناهم ببغيهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وسأفصل غدا بإذن الله تعالى في خطبة الجمعة في هذا الموضوع الخطير، لأنه موضوع الساعة، مدللا على ذلك بكلام الله وبكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة عامة وبلدنا خاصة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرفع عن بلادنا الغلاء والوباء والمحن والفتن والبلاء، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل فتنة وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، حقق التقوى، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. استبطاء الرزق لا ينال بالإضرابات ولا بالمصادمات ولا بالدماء إطلاقا، هذا ليس من دين الله، وأشهد الله على ذلك. فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إلى متى ستقلد الأمة الغرب تقليدا أعمى في كل شيء؟ لنا دين يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وحبنا وبغضنا وعطاءنا ومنعنا وقيامنا وجلوسنا، لنا دين. لا ينبغي لكل أحد أن يفعل أي شيء بهواه، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ووالله يراد لبلدنا أن تصير إلى فوضى، ولو تحول البلد إلى فوضى والله لن يأمن أحدنا أن يمشي وحده في الشارع، ولن تأمن على امرأتك ولا على ولدك ولا على ابنتك. فينبغي أن نفطن
لخطط أعداء الله الذين يريدون لبلاد المسلمين أن تمزق وأن يشتت شملها وأن تتحول إلى دويلات وإلى مقاطعات. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه وسوء، وأن يردنا إليه لنكون أهلا لبركاته، لبركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله لن تفتح علينا البركات إلا بالعودة إلى منهج رب الأرض والسماوات، إلا بالعودة إلى الإيمان بالله، وإلا بالعودة إلى تحقيق تقوى الله عز وجل. قد يتكلم غيرنا ممن لا دين له بكلام آخر، لكن ديننا يبين لنا الأسباب الحقيقية لسعة الرزق، للرخاء، للسعة، للنعيم، للبركات. للمسلمين طريق واضح بين المعالم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يفتح عليهم من بركاته ورحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرفع الغلاء والغم والضيق والفقر عن المحتاجين، إنه ولي ذلك ومولاه. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. طب أنا أسألكم بالله، في كيلو جرام النهاردة 1000 جرام، أنا أتحداك اشتري أي كيلو وروح البيت عندك ميزان في البيت وزنه بقدرة الله سبحان الله، مسافة بس ما تروح البيت من عند التاجر للبيت هتلاقي 1000 جرام كشه بو 950 مثلا 970، الله فين 30 جرام؟ إن الله وإن اللي يراجعون في متر 100 سنتي، في تطفيف في كل شيء، تطفيف. ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. عاوز ياخد حقه كاملا، قول له طبب الميزان، طبب الميزان. واحدة ست غلبانة قاعدة تبيع 15 كيلو طماطم أو بطاطس، قول طبب الميزان، حط يا عم أكرمها، سيب لها أنت 2 جنيه، مش تقول لها طبب الميزان. طب ولو أنت اللي بتبيع، لو أنت اللي بتوزن، غش علني واضح. والذين إذا اكتالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون؟ نريد أن نراقب ربنا، لا نريد أن نراقب القانون الوضعي الأعمى. فالقانون الوضعي إن رآنا في ساعة لن يرانا في أخرى، فلنراقب ربنا ولنحيي ضمائرنا بالإيمان والتقوى، ولنصحح حالنا مع الله بالتوبة والأوبة إليه والبعد عن أكل الحرام. والله الذي لا إله غيره نعيش زمانا لا يبالي فيه كثير من المسلمين بما يأكلون، أمن الحلال أم من الحرام، لا يعنيه، المهم أن يأكل، من الحلال أو من الحرام المهم أن يأكل. وهناك من أهل العفة ومن أهل الحلال ما يتورع عن الشبهات خشية أن يقع في الحرام، هو فقير، قضية مش بالمال، ممكن واحد يبقى معاه 100 الملايين وأفقر خلق الله، فقير، فقير والله، فقير معاه ملايين وفقير، فقير عنده جشع وطمع وحرص وشح وبخل، خليه يستمتع ويأكل ويشرب، لكن يجمع من الحرام ولا يؤدي حق الله، فقير. وقد يعيش سعيدا لنفسه لكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا، ملوش قيمة ولا كرامة لا في الأمة ولا عند الناس ولا عند المجتمع ولا عند الله عز وجل. وقد ترى إنسانا موظفا بسيطا جدا فقيرا، ممكن رقبه 300 جنيه 500 جنيه، عنده عفة وعنده عزة
ولو سألت عنده رضا، قلبه مليان رضا ومليان سعادة، ده موجود، دي نماذج موجودة في الأمة وستظل موجودة بفضل الله عز وجل. هذا هو الغنى، ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس، تكون عزيزا بربك، وأن تكون على يقين أن رزقك مقسوم ومقدر قبل أن تخلق وقبل أن توجد بخمسين ألف سنة. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإيمان والتقوى ردا جميلا، لنكون أهلا لبركاته ورحماته وفيضه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما نجا كعب بن مالك إلا بالصدق، وما نجا من نجا منا، ولن ينجو من ينجو إلى أن يرث في أخرانا إلا بالكذب. هل ستعاهد الله الليلة معي على الصدق؟ هل سنعاهد الله على ترك الكذب؟ هل سنعاهد الله على التوبة من هذه الكلمات الكاذبة والأفعال الكاذبة والأحوال الكاذبة؟ اللهم اجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. كان عند الظهر الدابة التي سأركبها، وكنت صحيحا معافا قويا، ما كنت مريضا، ما كنت معذورا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وهذه شهادة أخرى من رسول الله لكعب بن مالك بصدقه في قوله هذا: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. كانت الثمرة للصدق أن تاب الله عليه، كما سنرى في آخر الحديث بإذن الله تعالى. فقمت، اسمع بقى كعب يقول: فقمت وثار رجال من بني سلمة، من بني سلمة كسر اللام، فاتبعوني. فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، والله ما نعرف أنك أذنبت ذنبا قبل هذا الذنب. شايف بقى المنطق الآخر والاتجاه الآخر. قالوا: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه مخلفون، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. كان يكفيك أنك لما تستعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام بنفس العذر الذي اعتذر به المخلفون، أن يستغفر لك رسول الله وأن يقبل منك سريرتك علانيتك، وأن يكل ويدع سريرتك إلى الله تعالى كما فعل ما باقي المخلفين. كان يكفيك هذا؟ وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. يا الله! يقول كعب: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله. خلاص ما عادش ينفع بقى. ده منطق موجود أيضا، يعني أن تبقى على حق وتبقى على صدق، وبعدين ترى المنطق الآخر، المنطق التبريري للخطأ. معرفش اللفظة دي، يا ريت ما تنسوهاش، منطق تبرير الأخطاء، مع أن الصدق بين والحق واضح، لكن أنا أحذر نفسي وإخواني من هذا المنطق، ألا وهو تبرير الخطأ. الإنسان يا إخوة لأول وهلة يرى فيها خطأ من الأخطاء أو منكرا من المنكرات، يستفحل الأمر، يستبشعه لسلامة الفطرة وصفاء القلب. فإذا عرض عليه نفس المنكر مرة أخرى قل هذا الشعور الذي كان يجده في قلبه لهذا الخطأ لأول أو المرة الأولى.
حين يرى شاب من شبابنا مثل لأول وهلة صورة عارية لامرأة، أعوذ بالله، ويستبشع الأمر إذا كان صاحب فطرة سليمة نقية، فيجد زميله الذي عرض عليه الصورة يقول له إيه اللي فيها يعني؟ إيه اللي فيها؟ أنت لسه هناك عايش هناك مع الجماعة بتوع مسجد التوحيد؟ فيقوم المرة الثانية يقول له بس يا أخي ما يصحش كده برضو يعني ما ينفعش كده، خف. المرة الثالثة يقول له توريني كده، وبعدين ينظر إليه شوية، لا 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 أستغفر الله أستغفر الله، بعد ما نظر. طب المرة الرابعة يقول له ما تديني المجلة دي ليلة عندي، والمرة الخامسة يشتري المجلة، والمرة السادسة يعرض المجلة، والمرة السابعة ينكر على من ينكر عليه أنه يرى ذلك. تبرير للخطأ يصل في النهاية إلى الوقوع فيه والإنكار على من ينكر عليه وقوعه فيه، منطق خطير، وهذا واقع مر أليم. اللي بيسميه بعض علمائنا من المحققين إلف المعصية، إلف المعصية. أذكر أول مرة سافرنا فيها لأوروبا وأمريكا أنا وبعض المشايخ، طول ما احنا أعوذ بالله، الله أكبر، يا رب استرنا يا رب سلم، ومشينا، وبعد شوية من كتر ما الأمر أصبح عادي بدأنا ننسى الأذكار دي، وبدأ الإخوة اللي معانا يضحكوا علينا من تصرفاتنا. وفي آخر مرة قلت له بيبدو أن أنا جاي أعلمكم الدين، هرجع بلا دين. أو والله أوعى تفتكر أنك فتوة يعني، أقول لك لا أنا أخاف من الفتن. آه ده أنت ممكن تغرق، خلي بالك، كتير من أولادنا وشبابنا يقول لك لا أنا مش خايف. لا مش خايف ليه وانت عنطرة بن شداد؟ أهلي ولكم. فالخير كل الخير جاء بوحيه.